وطبعا الاهم لينا دلوقتي الفتره اللي جايه باذن الله ان احنا نركز في بطوله افريقيا، ولكن برضه يا كابتن عادل مش عايزين ننسى نقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. لا احنا كنا كتير الفتره اللي فاتت في الكوره وكان في حاجات ايجابيه كتير وكان في انتقادات كتير ودي يعني هو ده اللي النادي هيتعود عليه طول الوقت. هو الحاجه المضيئه، فالحاجه المضيئه دايما الناس كلها مش هقول بتنتقدها، الناس اللي كلها اللي مش منتميه ليها بتحاول شويه تشدها لتحت، وده طبيعي. وانا كنت شايف حاجه طبيعيه، الناس الفتره اللي فاتت كان في ضغوط كتير جدا على كل المستويات، على اللاعبين وعلى الجهاز وعلى الاداره وعلى الجمهور كمان. خلي بالك كمان الجمهور بيتضغط زيك، وكمان الجمهور بيتضغط اكتر منك، ان الجمهور صحيح. الجمهور بيطلع طاقته كمان، يعني بيطلع طاقته في وقت هو كمان محروم انه يكون موجود في الملعب. ودي نقطه برده مش سهله، ان انت تاخد دوري ومعكش جمهور في الملعب. طول الوقت النادي الاهلي كان بيتميز على كل الفرق بحته الجمهور، حته الروح والقلب وان انت لو مستواك بعيد شويه الجمهور بيرجعك تاني. فالنادي الاهلي كان فاقد ده كمان بقاله فتره، ومع ذلك برده بياخد البطولات، والبطولات حاجات مش سهله زي كابتن عادل اتكلم في نقطه صح. مهمه اللي هي ان ده وقت طويل، بطوله بتاخد وقت طويل صح. كل الفرق المصريه معظمها، كل الفرق اللي بتنافس على بطولات قصيره في وقت قصير ممكن نسبه نجاحها بتبقى اعلى من ان انت تنافس على بطولات على مدى بعيد. حتى منتخب مصر، حتى منتخب مصر بيبقى مميز جدا في البطولات المجمعه صح. شوف كل البطولات اللي اخذناها وكل الحاجات اللي انت شاركت فيها هتلاقيك انت البطولات المجمعه بتاديها بشكل كويس جدا مزبوط. ولكن ان يبقى عندك صبر واحترافيه وتخطيط على المدى البعيد ده بيبقى فيه شويه صعوبه. المؤسسه الوحيده اللي في الرياضه اللي بتعمل ده في مصر النادي الاهلي، النادي الاهلي الوحيد اللي بيخطط على المدى البعيد، الوحيد اللي بيخطط وانت في الناشئين انت بتفكر يعني كمان كام سنه هتبقى عامل ازاي، كمان كام سنه فرقتك هتبقى عامله ازاي، مع التدعيمات طبعا اللي بتيجي من بره النادي. وده شيء طبيعي بيحصل في كل انديه العالم، في ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر يونايتد، كل الفرق طبيعي بيبقى عندها ناس من اولاد النادي متربين جوه النادي، وبقى في صفقات عشان برضه ما بقاش طول الوقت الناس فاكره ان الانديه الكبيره كلها بس هم القطاع الناشئين بس هو اللي بيطلع. قطاع الناشئين ليه جزء بيطلع منه لعيبه، وبقيه الفرقه بتشتريها، بتشوف لعيبه مميزه فيها. كل العصور طبيعي جدا ان الفرق الكبيره كل الناس بتتمنى تلعب ليها. دي نقطه، النقطه بتاعت الجمهور. النقطه الثانيه يعني بالنسبه للناس اللي كانت منتميه للنادي الاهلي او ان هي كان ليها دور موجود معانا الفتره اللي فاتت وما بقتش موجوده، انا بس عايز اشوف بس احساسه دلوقتي، احساس كل واحد دلوقتي وانت واخد بطولات ومع الوقت كمان البطولات دي هتزيد ورصيدك هيزيد. انت النهارده بتتكلم مثلا في لعيبه قاعده على الدكه عندها بطولتين ما شاركش، في لعيبه ما شاركتش يعني مزبوط. مصطفى شوبير ما شاركش وعنده بطولتين دوري ولسه عنده 20 سنه مزبوط. وفي لعيبه ثانيه برده اللي تحت عربي بدر والولاد الصغيرين وعنده بطولات. مع الوقت هتعمل بطولات وبتعمل فلوس، بس في الاول وفي الاخر الناس مش هتقيمك بفلوسك، الناس هتقيمك ببطولاتك صحيح، هتقيمك بتاريخك جوه النادي. فدي حاجه من الحاجات اللي عندنا جيل جديد لازم يشرب ده ولازم يتعلم ده، ان انت طول الوقت لازم تحارب جوه المكان عشان تعمل بطولات كتير وتحصل بطولات. ده النهارده كمان في المباراه الدوري منتهي، فطبيعي عادي جدا نهزر نبسط، المباراه تبقى عادي تتلعب باي اجواء. لكن النهارده تتكلم في التشكيل بتلعب فول تيم، احنا النهارده اللي موجودين والجمهور مش هيقبل حاجه غير ان انت تكسب صحيح. حتى وانت كمان بتحتفل بالدوري، مش ان هو ان انت حد يعكن عليك الدوري، لا انت اتعودت على كده، انت اتربيت على كده، عايز تكسب صحيح. وكل الناس اللي موجوده حتى لو احنا بنلعب مباراه 5 ضد 5 مباراه خماسي في اي حته هتبقى عايز تكسب. هو ده اللي الناس اللي بره النادي الاهلي اللي ما تقدرش تفهمه، عشان هو في حاجه ما عاشهاش، هو طول الوقت شايف انت عامل هاله ليه على ايه. فانت مش هتفهم غير لما تعيش. ادخل عيش في مكان من اول فرد الامن، انت لما بتخسر بطوله وانت داخل النادي فرد الامن يعني اكتر واحد بيعاتبك، هو بيتكلمش بس بصته ليك ونظرته ليك وانت داخل تعبير ان هو انت انا خسرت بطوله. دي حاجات، في حاجات مش هتفهمها، في ناس مش هتفهمها عشان في ناس ما عاشتهاش صحيح. اللي عاش يوم في النادي الاهلي او اسبوع او 6 شهور او سنه هيفهم ده. في بطولات بتكسبها وفي بطولات طبيعي بتخسرها، بتتعلم ده من العامل ومن فرد الامن ومن عامل اوضه اللبس، وكلها منظومه واحده صحيح. وكلهم هدفهم واحد، لو رحت تركن عربيتك هتلاقي بتاع الباركينج واقف في الباركينج السايس هو بيفكر زيك. أيوه. هو مش عايز منك فلوس، ولا هو يعني هو اكل عيش وكل حاجه، بس في الاخر هو عايز بطوله، بيفكر زيك. أيوه. فاللي عاش جوه المكان
اللي عاش جوه المكان هو اكتر واحد يفهم الكلام اللي احنا بنقوله، والناس اللي ما عاشتش مش هتعرف وتعذرها. انا بعذر الناس اللي طول الوقت بتتكلموا على حاجه مش موجوده او بتتكلموا على حاجات في خيالكم، لا انت ما عشتش عشان كده انت مش هتعرف تقدر ده او تفهم ده. فطبيعي انا مشفق على كل واحد ما دخلش جوه النادي الاهلي وما شافش او ما عاش الحياه اللي موجوده، عشان كده هو مش قادر يقيم. ومبروك للنادي الاهلي وجمهوره.